مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. هذه ممكن استخدم الجبنة هذه انت بتقرر. تستخدم طازجة وممكن تستخدم هذه. إذا الوصفة بدها 300 جرام كريمة حط لها 150 جرام بودرة و 150 جرام حليب بتصير 300 جرام. نفس الشيء. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.